فضيلة الإمام الأكبر دلوقتي المستشار محمد عبد السلام بعت لي رسالة دلوقتي إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يعني أعلن أنه طبعا القرار في بيت الزكاة بيتخذ بشكل مجلس الأمناء هو اللي بيتخذه، لكن صحيح. فضيلة الإمام سيعرض على المجلس زيادة الدعم المقدم لحضراتكم في وزارة الإسكان للتعامل مع هذه القرى. تحية كبيرة جدا لفضيلة الإمام يعني بارك الله في حضرتك يا مولانا، ربنا يخليك لينا يا رب، وده اللي احنا بننتظره. وعايزة كمان عشان الناس اللي بتتبرع لبيت الزكاة تبقى مطمنة ان ده بيروح في مكان سليم، لي احنا كلنا ألمتنا او أصابنا حالة من الألم لما شفنا الإعلان اللي كان خاص ببيت الزكاة. فسألت الدكتور صفوت النحاس قال لي يعني هو ده الواقع، احنا انتوا زعلانين ان احنا عرضناه، بس ما احنا ما عرضناه كنا بنواجهكم بيه، بنقول لكم ان في مشكله في القرى دي فساهموا معانا. بشكر سياده المستشار محمد عبد السلام وبشكر فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، يعني انا سعيده جدا بالخبر ده، شكرا فضيله الامام، وهننتظر هذا الدعم ومنتظره الدعم من ناس ثانيه. صحيح انا منتظره دعم من ناس ثانيه. صحيح الدوله مش ممكن تعمل كل حاجه. اقول اكتر رجال اعمال احنا عايزينكم ارجوكم، يعني انا كنت لسه بكلم دكتور سيد وباشمهندس ممدوح، ده احنا لو عملنا احصاء كده كل المحافظات لو كل رجل اعمال من محافظه ما تبرع بمبلغ او تولى ان هو يغطي الصرف الصحي في القريه دي او في المركز ده هنعمل حاجات كتيره قوي. صحيح. ارجو ان احنا نتعاون. عايزه اطمن كمان عشان الناس بتبقى قلقانه من ده لما بتكلم حجم الدين الخارجي بتاعنا يخض، بس عايزه اطمن ان يعني طبعا ده يخض وانا معاكم وهنشوف حل في الموضوع ده وهنتكلم فيه، لكن في جزء من القروض اللي احنا بنعملها بتبقى المشروعات الصرف الصحي والبنيه الاساسيه مش كده؟ صحيح.